خلال زيارة رسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الصين الشعبية، بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مع معالي هو خا بينغ رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمقاطعة شانشي، بحثت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بما يحقق التواصل الحضاري والثقافي وتنمية العلاقات في القطاعات كافة وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى تنسيق المواقف على مختلف الصعد، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك وطرحها وكسب الدعم والتأييد لها والدفاع عنها.